انا في واحد الزياره ميدانيه لهاد التعادي ديالنا اللي كنا كنديروا المراقبه اللي هي من نوع الشهديه من الصيف الشهديه اللي حنا جينا باش نشوفوا على لو تريتمون اللي درنا للتريبس، ولكن الحمد لله با داتاك دو تريبس با دو لا بريزونس ديالها ما كاينش. مي حتى لي مالادي فونجي كنا تريتي دو بواحد دو فونجيسيد افون دو كونتاكت اي سيستيميك ابري. وحنا دابا ملي طاح الشتاء ولله الحمد حنا بدايه الخير ان شاء الله، الشتاء بدات كتسقط هنا في طواحي بعدين تاع زرو بدات الحمد لله رجعات تكون باركه مسعوده تكون تعود علينا بالخير وتعود على الفلاحه بالخير. هانتوما شاهدوا حنا دابا في هذه اللحظه هذه، وحنا دائما كنديروا المراقبه والحمد لله. انتما كما كتشاهدوا كيفاش الحاله الصحيه، وهي تبارك الله بدات كدير الفياج. هذا هو لو سا سونسيبل لي مالادي فونجيك مثل لا كلوك موليريوز كورينيوم اتسيتيرا. هنا خص الفلاح دائما يدير واحد التدخل ما بعد الشتاء ما بعد تساقطات المطريه، وهذا التساقطات المطريه بدات هنا عندنا في مدينه عزرو. فهذا هذا النظر اللي هو يوم الخميس 20 فبراير 2020، وحنا جينا باش نمشي ندير واحد الزياره تفقد ديال هاد التعادي باش نشوفوا على الحشره ديال التريبس اللي هي كتقيس الزراعات ديال الشهديه اللي ما فهمش وما داوهاش وما قام بعين الاعتبار لهذا الشيء راه تقدر تخسر لك المنتوج ديالك. حنا دائما في المراقبه 4 أيام 5 أيام لابد من المراقبه، لان المراقبه راه كتساعدك وكتعاونك ما يمكنلكش بالخصوص في هذه التساقطات المطريه لابد من واحد التدخل بالنسبه للعظميات اللي هما كيتعرضوا لهذ الامراض الفطريه او لمرضي فولير. شاهدوا بارك الله، تحيه لكم من ضواحي مدينه عزرو اقليم فران من هرب محاتي اقليم سابق مصلحه حمايه النباتات استاذ عزرو. السلام عليكم ورحمه الله.